هذا هون البريشر سويتش، البريشر سويتش بتدخل له انبوب الشفاف هي مش مبين مظبوط، بس هي هذا الانبوب اللي نازل من تحت على الريزرفوار. كل ما حطيت مي اكثر بضغط الهواء اللي موجود هون، الهواء اللي موجود هون بياثر على البريشر سويتش، بيطلع من هون الاوتبوت باخذهم من البريشر سويتش. اظن انه 2 او 3 اوتبوتس، يمكن واحد منهم للليفل العالي وواحد منهم للليفل الواطي من هون بروح للكنترولر. البريشر سويتش بيحول فعليا البريشر الموجود هون بيحوله الى ليفل، وبعطيني اوتبوتس بتعطيني انه هو بالليفل العلوي او بالليفل السفلي الاقل اللي موجود هون. فهي الفكره الاساسيه كيف اني بقدر اعمل ديتكشن لليفل المي اللي موجود.